تعاني مدينة زنتان مثل غيرها من مدن البلاد من أزمة الوقود وتذبذب فترات وصوله للمحطات. يضاف إليها في زنتان مقاومة عصابات التهريب ومحاولات الأهالي الدائمة وضع حد لها، فتشكلت لجان وأطلقت بيانات على مدار أعوام ثلاثة. كيف الشحنات هذه تعبى من مستودع الزاوية؟ مستودع تخش شحنات يعني 30 سيارة، ولو أنها سيارة واحدة نقولوا فيه تلاعب من موظف، فيه كذا، فيه تزوير، فيه ورق معين، لكن أن يعبوا يوميا أكثر من 30 سيارة فيه تلاعب كبير، يجب أن الدولة توقف له. تهريب الوقود حسب المسؤول توسعت مملكته فصارت له مقرات دائمة وثابتة على الطريق من مصفات الزاوية وصولا إلى أبعد نقطة في الجريات، وتطور الأمر بحيث منعت شاحنات الوقود الشرعية من ارتقاء الجبل وصولا إلى محطات الوقود. بترولنا وين ماشي؟ تفرج عليه، يا ريت ماشي للجنوب لناس يعني محتاجينها، ماشي يصمصروا بيه في الجنوب، الناس مش لاقيه ما تاكل وتشرب الوقود باغلى الاسعار. يا اخواني استقضوا معنا شويه، راهو جانب اواه جانب فساد كبير سير فيه، لازم نوقفوله مع بعضنا. مع مبادرات اهل الزنتان لوضع حد للازمه في تلك الربوع من الجبل، الا ان الامر يتجاوز الامكانات المحليه ما لم تتحد جهات الدوله الرسميه من اجهزه امنيه ورقابيه بالتعاون مع المؤسسه ذات العلاقه، والا ستتحول كل المجهودات المدنيه الى مجرد قفزات في الهواء مع استقواء العصابات التي صارت ترى في مداخل عملياتها حقا شرعيا.